في مشهد غير مألوف، أسراب حمام الحرم يجوب شوارع مكة هذه الأيام على غير المعتاد، مفتقدا لتلك الجموع الملبية وللزوار الذي اعتاد على سقايتهم. علاقة مميزة ربطت ما بين حمام الحرم والحجاج والمعتمرين، والتي أضفت على الحرم رونقا وجمالا طبيعيا. ولسان حال الحمام هذه الأيام يقول: أنا في انتظارك وستعود حتما لا محالة. حمام الحرم يشكل معلما أساسيا من معالم مكة المكرمة، ويعتبر أبرز ما يطبع في ذاكرة زوار بيت الله الحرام في مثل هذه الأيام الفضيلة. لصحيفة اليوم، محمد المهي، مكة المكرمة.